يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثل سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى دي قرب وليس عزيز، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الذي قرب أن يدخل سبحانه وتعالى إن الخيار وين يساد سمك ذي منيك يساد سمك ذي الغرينيك إن ذا ذي سمك دائما بالليم يخلق ذي سيد ربي للعبادة. العين الوحيدة أن السبان الوحيدة في السبب الوحيد في غدغ يقصد ربي غدغ يقصد ربي غدغ يقصد بشد أثنان كان في قلبي تعتبر المهمة الإنسان للحياة. العام في ذلك الله يصدر المهمين سنفشل في ذلك يفكسي ربي ينجا ويفق بسلامة أخطر أذي خدمي أذي خدمي ولاش موت زمان ما تزرر المهمين بعد تستخدم ذرا، ولكن بعد نزرر المهمين سيدا شو سيدا وين يغرق نجرب بيجي المؤمنين كما يتمثل. والإنسان أذي يعقب اللي فيفكي نرد يفكا سيدا ربي يفكي نرد يخلق يغرق غير اللي مهمة، وذي نزرر بلي المهمة بصفة عامة تسعى الزمن، تسعى الزمن البداية تسعى الزمن النهاية. ما كان ينغى الدنيا يتشوش قاعد عرض وميسيون أذي لا ميسيون شو لقرر هذا تشفاك. والزمن من المهمة يفرض يفكر بيدا شوت ذا العمر كابنادي. إذن أسمينا يفك العمر يفك المهمين ذا جينا تزر بلين العمر إليك غرس عمال إليك وليلا قرنا ذا تغقعه كما يتمثل. ونسى ديرا العمر نغضي له ونسى ديرا وين ونلهارا وينه ونسى لنا المنفعة خطر ذلو سارا سعدي دي الدولي ذلو سارا نعيش دي الدولي. إنسان إلا قد يعقي بلين ويا قرارة يسر وقتني قال روحي قال نفرق الحياة قال نجوك إلا كان سوى لكيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك. إن ذا الأعمار أمينو غير 60 و70 إن ذا القليل أري عدين 70 بس أول مين سلام العرف ماذا ليس على 60 سنة ما شحال أري يعيش خزر كان 60 سنة سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وثي تحسب على ذي 15 سنة حد البلوغ وثي تحسب على أشحال يقديو غير وصلا ذا الدنيا ده شوز قبل 45 سنة ذي العمر أشحال يتقابل تسعة دي دغس أمور ويستي يثان ذي 24 ساعة إذن أمور ويستي يثان قيق ذي أكسد 20 سنة ذي 60 سنة أشحال يقديو غير غير نكي 25 سنة أنتر 25 سنة ذغم فكيك تسكت انتحارق كذلك نثن أسنت شعر الزلمي تثن انتحارق والضرر المهمة في كده في كاربين ضرر بليم حاجة وغينة وغير أربعين دقيقة واتس وكي حاسب أفيق أن يساعد هذا كذي دولي الله أكبر كما يتمثل. إذن العمر إليك ضرس المال إليك ولي لقال ماذا تنقض العام هذا قال رأس المال إليك سبكري يستنفع مكاد يوير الربح ودي سوى الربح لعبد ذو قرن رأس المال، ولكن بدي حرف ذو رأس المال إليك سنادي ذو الربح هذا تفضل كان العمر بندم ولي لقرنا في القرض وين يقول سعر من فيدا خطر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قد يجولي هذه قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غور وثذا كنت غور الدنيا كما يتمثل يقرد قول ليس عزيز هو من الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وين صارت العباد اللي قاعدين العباد اللي فيهم ذي العمر نسن سعدان شو مسعدان، ولكن في اخر المطاف الزران باللي الدنيا تصغر على خطر الدنيا نسن سعدان وين وسعدان النفع، ولكن سيدي ربي الرحمن الرحيم اللي قال العباد ما يزيد غرورين الوقت يدي يزيد ما ذاك يوسد العمر شي توب توبه النصوح مع سيدي ربي ماذا سيعفو وذا يجي فيك سما يمن يسال الرحمن الرحيم، ولكن من تشيف العباد ادي مكثير ذي الوقت اللي يقوثي فثر الحال ولا قد يمكثر ذي الوقت يجي في هذه الحال ما يفوت ذيك الحال شو مرض المكثر كي مثلا ذي يجي مسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يدي في دون الآية من ثمن حاج هذه قروة ذكير على خطر العبد الغافل يقول لهم يتسل هاي يمانيس الدونيث يتسل هاي يغفل غف يمانيس ويتسل هاي الدونيث من بعد حشمة ذاك الله يفوت ذي الحال ذي يجي في قيق دائما أي تذكر وكيد تذكر والعبد أكيد يذكر في خاطئ يحميك ولكن تذكر أكيد يسمى كثير غفية خاطئ أي القصة عقيد بليم حشر أحمل لك يحمل إعاشة 95 سنة ميقى عاشة لا عمر يسا لا عمر يسجد يسجد ربي وتسجد لا عمر يسجد لا عمر يزول، ولكن أغترم أمكا يروح أمكا يقفي وانت دقيقا
يحكوا ذلك ميس الميس ذلك ميس خال ميس سقسر في الناس يعني الزمان وكيا سقسر إن ذا إن ذا يروح يمد ولكن النقطة اللي هو النقطة أكتيد إنه هو بيض روحه تسمع مم سقسر عف جديد ولا سعفه إن ذا شو من تفت سكرت والموت إن ذا خم خرب خرب وسر مرة ذي الكومة ودي ودي هجرارك إن ذا ولكن إن ذا كين زيف لس إن ذا ينتقد أم صاعي أم ذي ينتقد إن ذي ليش والحجر الذي مو زاد كان كيف مثل والحرف الذي يقول خطر ذي وقت نيا ذي الوقت نيا الصح الصح إذا قارن يا عبادي قضنا الحالة نيا وخلنا قوينا ريني ذي الوقت نيا الاحتضار ماذا قلنا في قارن استمع وذا أتصفنا هذا الحقيقة ومشي الحاجة الخيال هذا الضب الحقيقة أنا هذا الضب إيش حل عبادة اللي يحكون في في مويا نسل أسمع روحا أي وذا يكون شوية ذا شو ما نتقارن لكن هذا هذا تهجير قشيش اللي قال كذا روحا ما هو جي مشي الوقت مشي إذا وجدني إذا خبي دائما الإنسان في الاحتضار وجه مشترك في جميع المحتضرين مرة أكل إذا القليل لا يقبل الذي قرر أكيد كذا الفضل هذا الشغل الروح ما شيء الواجب إذا خم يفضل الناس يتحقق قشي استجمات يسكن أتسباري باري بقى يتبرز أبغى أروح هذا فين كذا روح هذا خميم إيش الواجب إذا خم الناس مو مستحيل الواجب مشي الواجب إذا خم الناس وجد الصح الصندوق اللي ضرب مش الحقيقة خطر الصح مشي الواجب إذا خمنا يكون ذي في الدقيق أكن دون روح حلو غير غرس شو مدي قرص سبحان زوجنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يمين دينا ترجعون معناه ذي مبني للمجهول ترجعون مشي إنه كنا غريب دينا لا ترجعون ولكن ترجعون معناه إنسان غير ما دينا أغير أذو غير معناه أسو غير ولا شيء كذا ولا شيء دينا لعبد دي روح هذا كذا غير ما دينا أذو غير معناه روح دي قوانسي قوانسي دي روح بعد ذي غير كنا نغير وكنا غير ولا شيء ذلك ماشي السكان الأصليين القاعية ولا قدر حشر وحرر الروح إذا الإنسان يلقي في كذا ضرب ميسيون إلى قدر إلى قدر سنه جميع منه سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى يفكير بالمنهج يسرني هو يوضع الجرم هذا الرضاع اللي ثو ذاتنا يقارن يضمنا سيدي ربي المنهج نس باللي ونسف غير غروين ندير حشا غروين العين غير الفوق يقارن فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى ان دوني كيف على ذا اليوم ان دوني تسن حال فلامه وتعيش على هذا الشقي ولكن ماذا قلنا تفغضي وفريدي وفريدي سيدي ربي حشا الشقاء يكون ينفذيش ذي المستحيل والألف ألف مستحيل هذا فضي هذا فضي يقول إتباع بريد نسيج ربي غير كليتيقى حيف ويخسر ومستحيل والألف ألف مستحيل باش هذا فضي يوني فضن إيو بريد نسيج ربي غير تفضي يربح مستحيل فضي بريد نسيج ربي غير كيما يمانيك إلى عيقا أكان غير مثل وكان إذا الرحمن الرحيم إلى قناة عقلية كيما أكان غير مثل قال سيدي ربي قويس عزيز من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن سورة النحل من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا هو الذي أخذ من العمل الصالح ولكن إيمان بالعمل الصالح إيمان بالعمل الصالح إذا هو جميل الزاد أنا يوي العرض أنا اسم أنا سعيد للدنيا أنا نوي دعوين على سيدي ربي إذا هو جميل دعوين إذا هو جميل اسم أنا نوي سعداء للدنيا إذا الإيمان بالعمل الصالح وإذا هو جميل أنا نوي دعوين على سيدي ربي خطر الذي قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وما الذي قال يدين فتزودوا معناه يجيب أعوين وما الديني ولا يجيب أعوين معناه يقول لك سفر صراحة كان ذلك الذي قال سيدي ربي خطر يزرع يقال وسريعه يتغوى يدوني يتغوى يدي العمر إذا يدين أسواس يتغالي يواس يواس يتغالي الساعة كان إذن سيدي ربي الخالق قد قال من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قد فلنحيينه حياة طيبة أو من ونسعى الإيمان العمل الصالح أسكر الحثوذة العاين للدنيا إن دو سكر الجنة ذي لخط ولنجزيناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون كان يتمثل رجع يا ربي ذي مؤمنين يتمثل المنهج سيدي ربي وسم الظالم هذا استفغلنا هذا استفغلنا كيني غير خاصة عقيدة كيان ما تتبع طروين العيا غير تفغل ولكن متتبع ظالم غير خاصة كيضي مانيك إلى عيقا خطر السيدة ربي غير دي غيقا إنسان غير دي فكان بالعمارة القاعية يقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها إن تخلقكم دي القاعية إن تجاركم دي العمارة القاعية والعمارة ما دينا أتعمر معناها مشي لسف ذر الصلاحة تخلق العمارة ذر الصلاح يجعلها ذر العمارة والصلاح ما تخلق يحوج تموسين وثمسني كي ماشي صور كنا صور ما تسيد لهم تسيد لهم أروني يغدي فكنا نعمل القاعدة نسمي يغدي فكنا كطلوب يمكن أن يحوم يخي قد يقاعا يخي قد يعفضل تعمرا ويرنيز بالمنهج يسارة تعمل وتتحلي ضرد ماشي صور كاتو دوير ويسارة تعمل أي كيف يدي قرب وريس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمل الإنسان ما تمنى إلا تفكير أصنع المنهج إسارة 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 يحوم كاليوم يفكير ضد المنهج إسارة يحوم ذا كيف يدي قرب الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أخذفور الآية قد نودر كثم الحد أدي قفى من اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ولا يتبع عن الهدى يعني ما غير ذا كم يتفكر كم ويتفغل الوين الدير حجر وين العين فلا يضل ولا يشقى سبحان الله كما يتمثل إذا نسيك زرب نشوم إذا سرحان نسيك زرب نشوم يكسرحان البلاد ذي العباد يخزر كان ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. إذا تكزران شي دقيقة تكزران دشو من يحن إذا تسعيق دقيقة تكزران دشو من يحن دقيقة نفسيتنا سوى شو من سيارة سمر يقدر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من الحبل الوريد. إذا تكزران دشو من يحن دقيقة نفسيتنا إذا كي يغدو المنهج سران يحن باش أتسوق هذا نفسيتنا عن فعب إذن نسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. إكاية مثل الوكان إذا الإسلام الوكان إذا الدين سيد ربنا الخالق وسعر الدين النظر والسين الوكان إذا الدين إسكال إذا الدين يقال إن الدين عند الله الإسلام الوكان الدين إذا يفكام إن الأنبياء الزورة إذا يفكام الأنبياء الأورى يقال هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ولا ديوين الدين مش الدين لكن واستقبير سيد ربنا سبحانه وتعالى إذا هو في الآخرة من الخاسرين والدين لا في الدنيا من الخاسرين أي خطر دولي ذات الخسارة مرة معكم أكبر الصالح الطالح أخسر مرة ولكن الخاسر ذو الخسر يا خلاص قل للخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الخاسر ذو الخسر يا خلاص سبحان الله. كم يتمثل إذا الإسلام هو جين إذا منهج سيد ربي هو جين فاسين في كيف تتصرح مين سلواسعة أنحمد سيد ربي نشكر على نعمة الإسلام ولكن ثلما يعني بعد المقدمة كتاب تحدد الخطاب بفضل الله وبرحمته أثر نكون نفهم نفهم الدين ذنسي من حقيقة ولكن أثر نفهم الدين هذا شو هو جين السؤال السؤال المطروح خطر ماذا قلنا نفهم الدين لكن يتيح أحد أضف المرة مثلا أضف المرة عادي أضف المرة نسمي يخدم الخير أضف التفاصيل وعادينا لما وعادينا لما الجوجل أصلا أصلا تسمي زوال السلام مرة ويج ونويل غا السلام صغيون ماذا قلنا يخرح تريسو سنة تقول في الجهة ماذا قرحوا سنة وظهر سنة الجهة نظر وكيف الإسلام أهتار نكون الفهمي ذو الشيء أيضا مثلا إلى إقلاق أثنين رجال ازدخي الخطرنا ماشي مجرد الثزاليث ذي الزكاة ذي الصوم ذي الحج ذي نشتكي كانس القرن خلوم ديننا ولكن لا إلا قال عقب لي سلس نوث مثلا غي عباد في لنا سلس نوث مثلا غي عباد في لنا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يفكي يغضي الإسلام يفكد ذي الحق سيد ربي ويند الحق للحق العباد يند غروث الحق ونكينيو وغروث الحق العبادينو ذا الشيء مرة يجينا وقاعد لا عصر ما حش قال يرحم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى حش المؤمنين قال يرحم سيد ربي أرجع يا ربي المؤمنين إذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل نقص أركان الإسلام تظل الزكاة الصوم الحج الوجين إذا أركان الإسلام يجعله يجاري يجاري سيدنا وجد الحقيقة سعف لنا أثنى عبده استخدم لنا شريك ونتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونخدم الفرائض للإسلام مش هذا لأن أنا محمد رسول الله أتظل أتظلم أتذكر وأتحجب أكام ذين اللي قال سيد ربي سبحانه وتعالى ولكن في جيم عارفة ذا الأركان بشت الدمشي خذ ركك كيف مثلا بشت الدمشي وجين درسنا بفضل الله وبرحمته أذن مع نركز فيه بش أنظر ديننا أسأل طار الفهميتنا غيام بش أنظر أمشان قبر سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى فظريف انتظلنا حجو من دمس حجو الصدقات انتصديق أهترم أهترف ذي يخافنا أرجع يا ربي ذي مؤمن إليه مثلا الحق سيد ربي سبحانه وتعالى ذا الأركان يجيب بشت الدمشي يقروا أقيم الصلاة لذكر ظن باش أديد مكثير ظن باش أديد وذب الأركانك مرة باش أديد مكثير فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إذا في جنة باش أديد مكثير وذا ثنوات نقول شيء ثنوات ثنوات ذي عبادينش باش نخدم الإصلاح إلى عبادينش المعاملة العين إذا نسد العبادينش ذوات مثل ما ذي عباد كان يتمثل إني لن يرى ينس قرص العبادة الشعائرية ولكن إني لن يرى ذوات مثل يا عباد العبادة التعاملية خذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدين المعاملة الدين ذين لن يرى ذي عباد خطر بجيم تنخدم لا تمزين لا تنخدم ذين شيء من الزال النصوم الزكاة الحج أتنخدم ولكن بطولة الإنسان في سلام الحق نيم إنسان غير قبر سيد ربي إني لن يرى ينس إلى قرص في إنسان ما يرى ما يرى يرى ذوات مثل بشر غير قبر سيد ربي إني لن يرى ينس الله أكبر كان يتمثل تصاليث خزار كان سبحانه وتعالى يخدم نقصد أزال من خمسة عبادات التي من سمثي دواز وأقم الصلاة لذكري بشر يدم كثير أنا دي قارب أنه دي دين مكثير خمسين عبادات يسعى لما وعيدين غسل دين سمثي في كل وقت في كل زمان ومكان ولكن يخدم رسميا خمسة الأوقات التي لقى أثي دين سمثي ديس فالزكاة الصوم أثي دين أبريد مسواز والحج أبريد يعمل أنشتغي مرة أكل بشر دين مكار سيد ربي ودأت نقوذ ذي عبادات كان يتمثل المعاملات أين لن يرك الوثمة لك عباد يقص عقل بالله وكذا الأساس الدين الدين المعاملة خذ كان مثلا فصلي سبحانه وتعالى غير إفرادات سيد تصلي الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين تصلي تركش تيمس للإسلام هذه قرص دي ربي فلس إن الصلاة تنهى
عن الفحشاء والمنكر. فصليت لن يرى سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى أخذ لهما في الفحشاء والمنكر دوين لن يرى ذو وثمث النغي عباد. فصليت صحبة تسخل على هما هما كنسيم أكدوا مكتب تزرع أتسخل على تسكيد أتسخل على الوعد جميع مرة شر الأعمال ما تنتخل أدو مكتب بلي تزرع. إذن صلى الله عليه وسلم كدنا إن من لم تنهاه وصلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ماذا قلنا مكتب على تصليتي غفر الفحشاء والمنكر عاقب اللي تصليتي أن إذا لا أن تفضل تصليتي باش تزرع خطر بقار دي تقول كلا إن الصلاة أداة نصب وتوكيد. إن الصلاة دشت تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تشين دين هنا في الفحشاء والمنكر. إذا ماذا قلنا وضد الهاء تصلي في الفحشاء والمنكر أن إذا لا الزكاة ما الإنسان يسعى يتحلى دين الناس وينك حرم سيدي ربي تجارة للخبر ما يخدم في خزبيني وثمثل سي عباد ما سيدي أحلام يحلى ذي الجهة ناظر الجهة ناظر وينك حرم سيدي ربي غاس ماذا قلنا يصوت النصاب ها ماذا قلنا يصوت النصاب باش هذه زكيه وقويه على زكاه خطر ذي من الحرام. رمضان ماذا قال يقول صامي عاد انا اخذ ذي لان قال السيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ولكن ماذا قال له السلام من قال انا وثمث من غي عباده ويقبل ربي سيمنا يقر من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يضع طعامه وشرابه. ماذا قال له بعد شهاده الزور قال لك وثمث من غي عباده ويثق على المعنى ماذا قال له قمه السحر ماذا العشاء وتشغل على كلام وتشوي دار غنم كان خمسة مسائل صفر الصائم مريل الإنسان يشهد مريل الغيبة مريل يخدم النميمة مريل ما فيش يتمقي رستوى اللي صغر في حرام ومريل ما فيش يقول لي من الحلف تيجينا الصيام ينسي روح أنشتكي مرة قرار وثمث النغي عيبا باش أنظر ديننا فيا الحج ماذا قلنا الحجة سيدري من الحرام وثق بها ربهم ماذا قلنا التجارة للخارج نطيط وقرضانا اختلاساتنا تقولنا كيو يا ربي ماشي ذي ذري من تقول ذي ذينيش أمشي يقبل سيدة ربي الحجي يقرض رسول صلى الله عليه وسلم من حج بمال حرام ووضع رجله على الركب وقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك إنك ما لدي حج العبد سيدري من الحرام إن ذا سيدة ربي سيكون كان إلى المقدس إن أسين لبيك اللهم لبيك أسين تحوج غارة الحجكم قوية فخذ عبدي عبادي وتروح تغبوري سين روح سوار سيد أنسيد كان باش أنظر باليوم الدين ناظر المعاملة نكوني ذي العصري ينسعيش نكوني ماشي ذي الفرائض ذي ينقص نتصوزو نتظلا نتصوزو نتشكلجو أتظلو ذا السكين ذي الوقت يشبه الوقع أية مثل أنظر هكا إن شاء الله هكا غديش مع سيدي ربي ذكو خميس دقا غديش مع ذي الفردوس الأعلى ذي الجنة إخوانا على صورنا المتقابلين أنا في الجوامع مر الأمة الإسلامية مرة شورنا الجوامع أكل جوامع شورنا الماء تظلا نولد كفردا تظلا ولكن أمكل عدينا لي غشي النغني عيبا دغي الجوامع الجيران دقلي اللي قاعدين شحال قبل الوالدين سن شحال دلنا نكسر كنو فريقنا راه عندنا عيبا عندنا المحبة بالرحمة بالموت دغي إن الإسلام يرانا نصر كيزي ما نتظلا نصر كيزي ما نخدم الفرائض الدين ولكن بقوه رانا ونعو السالمة إلى قادم إلى قادم أفيدني للحقيقة أتصف بالعب ذي القرب حيما وينيسا الله ميزون دي فيو أتصف طول الوقت قل الجمعة يروح هذه الظاهر صف ديوني يتصف يتكوى دي الميزان يخدم يتغشوا الغشين أتصف دي الوقت تظالي فيونا أتصف ديه جمالي سيارة الميز غرق فيها هذا دي الظاهر أنسانة عدي تظالي ديني إذي جاء ونعم يا ربي يقنع قيك ذين غدي قدر سيدي ربي غير نعيش إن غدي قدر سيدي ربي غير نعيش ولكن إلا أسنا خدمة زي ويجي أكاوية مثلا ولكن أقول زبيلا لا نخدع سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى أنا خدمة كنا يعجب بعد العشاء يفعل ما تشاء أنشتقي يغيث ربي أي مثل إذن الإنسان المهمة الإنسان دي الحياة أنا عقيب لهم أتسعود المعامل العالمي قال وثمثنك وثمثنك العيدة الرجل صلى الله عليه وسلم ينيس لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه ينيس يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قصد كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيقر أبا ربي دث غثير أبا سيد ربي من دث غثير استبعدس السيئة استبعدس الحسنة بشدة استمحوها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إنه هو خالق الناس بخلق الحسن سلفا قد نود لك عبد إلا لقرار سيد ربي ولكن وجاء إليه قد سعر الأخلاق العين إلا لك وذن ذلك يا عيدان كم أما إنسيمن أما ماشي إنسيمن وكيجوز هذا الشرع أتقول الله تسخد هذا وإن إلا نصرانيين نغذى مجلسين نغذى يهودين نغذى ويضا نظر خطر أثمث النغ إنسيمن إنما المؤمنون إخوة ولكن وين لا رغي ذي إنسيم خارج الديني قلنا ذي مثل من آدم إلا قد الإنسان اللي يعقب لنا وكيجوز هذا باش هذا تخذ ولكن بطولتك ما تسعب العلاقة يدس إلا قد أثيتك شمضها الإسلام السيريني إلا قد أثيتك شمضها
الإسلام شو المعاملة تيجي؟ شين زيتو اليوم يعني طلب روح إن ذي أمريكا ذي شيء من أهدر لك الجو جرس. بعد سعني لهم ده كل سد أمريكا اليوم ذا صراني ذا مسيح. بعد كل فري فرد أهدر لك استعرف ولكن ما دو ما ديو كان سعر قيفن قيما أهدر سجنزي. إيه بدل غرب وصل إن الناس كم يثلو سلو غرب ونذ هدر كم يثي هدر كنت جيني غرب إن الناس لا مش يكشغ جيني نعم الناس خاطئ مش ناس الناس الدين غير يومر ما فيا الناس درس وصلى الله عليه وسلم غير يومر بلي ما في لم ذي ثلاثة يدون وهدرنا لسين وستيات ودي فهم رأى هدر سيوت اللغة يسال يفهم يسال يفهم ماشي مي تسمسل تقيم في الصوغة لنبك شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله السيرة اللي كان بيشكش من العباد غير الإسلام إذن ويهم يفوي وران دين ذات مثل النغم من آدم الإنسان اللي لقى أبي خمل مجهود دينس أميك أهل اللي يجب الغير دين السيرة السيرة سلفعي للعي الله أكبر كان يجب مثل ولكن أن كنا أما كان لنا الآن سعيش السجد دون العصر المعاملة إجارة إجارة وهم مثل النغم واستنجارة ما زي انتظر لها تزيال جماعة حقيقة انتظروا الزكاة حاجة ربية عيمان الحاجة الفنن ولكن الجو قالنا ماشي ديني كفروني كلا وزمارة العبادة ذي انكار الكذب الغش الرشوة الثكردان اختلاسات عقوق الوالدين شهادة الزور ظلم الحسد تزوير انشتاقي ويدروا ذلك كامل اكوان اتصفضي موية نسنة نخدم لها تنطف دي المساجين ذي انظر بنا ونفهم على الديننا خطر اعلم الى هذا الاسلام إسلامي ساسين يعذبون أعذبون برا ذوين إلا المشري يكون من أصر بهم أهف بركين كروكسي لرب الخالق سبحانه وتعالى ذا مجلسين ذا نصرانين ذا يهودين ذا ويذن ذلك يفغيين ولكن وجه أقل خطر وسعر الخطر مقرحان غف الإسلام أكثر وعذب سيساس داخل ادعي من استنسيب ويخدم الفعيل وينو لا ذا نسيب سنضيون رادة الظلم كي نكيف هو يدي ثوان دي المسجد يفاض الجمع لا تنتفق غرد تنتفق وين يتظلم يتظلم وتسمع غرد تنتفق خطر يتقاس الحق من سيدي ربي ولكن في قويد يلعب أن يتظلم لكن هذا يسكنه ذم العين أدعو الله سيدي ربي سبحانه وتعالى وتسف غرم وبلا خطر تسمع قال يمكن مدن ما يتظلم السيرينك غشو هذه الضاري غشو ولكن شوية يمكن تسمع قال السيرينك زم الله جب ضيعي ماذا أرو فريد الدين إذا قلنا يدعي بمن يستنسيب وذا خدم الفعيل بيد ولا لا يستنسيب وذا تشقر بها عباد غفذرين من الإسلام الله أكبر كان يد مثلا خطر أن أنظر ديننا ده شو ما في دي ساركيزي سبحان الله ذي المعاملة أكثر 70% ذي القرآن الكريم مرة أوقف المعاملة مرة غير مثل أكو أما كان دي قال صلى الله عليه وسلم إن لا تقطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحسدوا وكونوا عباد الله إخوان إن دو تسمي إجزام ثلاث جوغارون إن دو تسمي زعل ثلاث جوغارون إن دو تسمي حسد ثلاث جوغارون إن دو إلي كنت مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كيدنا إن المسلم سكتيون الناس كان الصفة العين صفة المسلم الحقيقي ذا شو الناس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي رواية قال المسلم من سلم الناس إنسي من دون جسي من ينسي من أما الجرسيس أما الكفوسيس ما ذلك لهم سيما هذا الجرس والنار وسيما هذا الكفسنا ذا شو الدين الإنسان أمي أبي قال صلى الله عليه وسلم في رواية من سلم الناس ما ذي نسيمن ولا مشي نسيمن إذا قد سلم من دقمي القرسي واتسي من دقفسي الله أكبر خزر كما مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه استقصى الذي يروح ديون مركز غير الرسول صلى الله عليه وسلم استقصى في الناس أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله أن يوم إذ يعبدك حب سيد ربي يحب سيد ربي أكثر أني وان أيذ العمل يكحب سيد ربي أكثر ذا شو ميز دينا صلى الله عليه وسلم إنس خير الناس ينفعهم الخيار دي العباد أني وان ذوينك نيك نفع ينفعت ما ذنسي عباد إخفق اندفن ليه تنفع تنفع سجيبيك تنفع سيميك تنفع كل شيء الحضور إنك تنفع ذيس وين أنا حبي ثربي خطر ينفع كان مثلا خير الناس ينفعهم الناس يمسينا ذا شو الأعمال يكحب سيد ربي أكثر ذا شو سينا رسول صلى الله عليه وسلم سينا تصالي الزكاة الصوم الحج خطر وجد الفرض أن نخدم ويدفن كل إنسان مسلم جيد أن يخدم أي الأعمال يكحب سيد ربي إن السكش ما تشرح أي ما كنت شيء مغرويز أصدر نمس لا إلهي أتقبيض أتقبيض سوني اللي كيف سين أتقبيض الابتسامة أتقبيض شويني شويني صار شرها السكش ما أين العين صور ذا الفرح غرويز إنس أسكش تاع كنت ديغيين في اللاس ما ذاك ليس عاد كنت ديغيين في اللاس أسفر جو في اللاس وين أي من زمان بقى ذا استخدم كامل ما ذاك ليس عاد ديني ساعة طيبة حسية ثانية ذا ليس عاد طيبة هذا تعاون ديكس ما زمان بس كسر كسس ما ذاك لهم وز 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 مبر عاوني شوي من زمان ما ذاك لهم روح دي لوز إلى قدر إلى قدر استكسر جاز
صد كان يتمثل سقرا خسرا فندي جي فيهم ما تعاونوا ولي ساعة طيبة تخسر حاجة بيضا لي فكان خطر بيضا سياسة بقينا المرة من الجري ولا وكان فرقا يلا نغم فلاس نغم فلاس ولكن سيد ربا دي قروا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أين كنت تقدمه أين كنت تفكر ذاك أنت أفضل زاد أنت أفضل أين كنت وين السياسة ديك كروح أبو الدرداء رضي الله عنه ميكسين سبيتش إيه يفنتك يوثي حياة إن نسي أبو الدرداء شو ذكا الحالي يجيز اللي ذاك يجيب نسن السنك السعير نسنك إيناس إيش وهيز الدوه إيناس إيناس إنسان مرة قد مطر ديه إيناس ماشي ذاك قيمة إيناس أذن إيناس قد مطر ديه أن ذا ثفا إيش وهيد كشي ما أذن إيناس قد مطر أثفا ديه إنسان مرة قد مطر وين ذا حويجه الجاهل مثل الغور من نون فقر إلى قناة قيتي الرسول صلى الله عليه وسلم في دينا إن دل أن أمشي مع أخي في حاجته مر الحوض ما إنسي أصدق ذو ثقة وسلس إن خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا إن خير ما ذكنا أعتكف داخل المسجد لشهر اعتكاف ما تقام الدين أكثر ما يزيد الوقت قراءة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم الذكر تصلي وتصفض داخل المسجد يعني الشهر دين المسجد النبوي إيه تصلي دين ألف صلاة وان دين حشان المسجد الحرام أكام ألف يتصلي به دفع تصلي لأنك إنك ما ذكنا فقد هذا استغم سنعيك بكين سيمين خير ما ذكنا تعتكف داخل المسجد النبوي الشهر أكاد قال صلي الله في النبي صلى الله عليه وسلم أدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة مسكش تاعكم كما كاين شي تفضل يغني مسكين يغني الواقي سلوين يغني فلاس سنذول سوا ذاك هي ورك هذا ذاك كل مجهود يكسو بهم كان السيف الصف السيف الصف لك انت قد قال يسوي لنا السيف الصف لك ورتقوا مدام السيف الصف افيان الى قبرك من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ما ذكر الصبر ما كاين شي ما كيسر ربي ما كيسر في لا شك اكيد تيسر لك سيدي ربي عليه قال سيدي ربي ما دي لي العون ما دام في اليد ديال العون نجمال ما في اليد ديال العون ما كاين قلت لك داك الشيء وتما قايره راس السلطان والسندار توفيق تنقوت ديال التمسات وتسول سيدي ربي يزرى ويليا كيش يزرى ويليا نسى وتسول داك الشيء وي وكحشر واحد ولكن يتروح على كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وتشملك وتشكبير الايمان حاجه ما قلنا الحميض غير اللي كاين يتحمر ديماني الاسلام دين الله غير انا الاسلام ماشي ديال المسجد مثلا ادي تسفل التطبيق اللي برا من المسجد ديال الاسلام كما مثلا الدين المعامله ديك المعامله جوجل ادي تسفل اي لا الدين كما مثلا سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى أدق وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسان إن إقضى سيد ربي ذي الأمر نس إن بليم وسخدم ضرنا شريك سيد ربي وترف ضد الوالدين وسندخل مضي إحسان ماذا قلت فقد لا على الوالدين أقيت فقد لا على سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى من شوية ذا العباد الجمل الوالدين سن ذي بابا سن تيمة سن سرق الله تزمر أروح لنا ونصد الجارة للحياة سبحان الله اللي قلت هكذا هاي حياتنا كملوا السنة سنة واحد سنة نسخ زفر نفهم ديننا نكوني بالعبادة دي تصابني يا روي جيم بالعبادة دي كشمل اللي صرح لنا بلك هذا خمسة أوقات دي المساجد ولكن سيد ربنا دي خار أدي يسيول الوقت السنة دي علي تاني قدمت لي حياتي أظل حياتي ماشي سكي فرد هذا ذكاء ولكن الحياة الدائمة ثقالة تسفك ويا قرار هذا تسفك يا نا أيش نتخبط هذا كيوان كجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلى إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر عندك أغور كالي للوالدين ماشي سنسيحة أصلا تشفليك شر إذا لم يسيب هذا أدين غضورك خطر سنة لكنه أوه يهم من سنة ذات الوقت المهم إذا لم يكن أخصاد يجيبه ولكن يفكر يهنا لا لا حاشي هنا يقول لا غدا للوالدين حاشي هنا فر الوالدين قد السحوة تفضر هنا غصب يتصورك الشيطان بالإنسان هنا منتسعين أخيك يعني ندخل ماذا كذا نوريك ونسوي ذلك سوال كان بروا أباءكم تبركم أبناؤكم إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد ربي قال ولا تقل لهما أفي أف أف استقرار كذا مستقرار يمين أف دوقة إذا وين دينا نقف السوسن لو كان يدوم وين السوسن دوقة إذا ذي وقت وين أدي هذا وين وجزء هذا استند إذا بكنا هذا استند يمين الله أكبر الجاري زاد كان يد مثل هذا الشخص سيد ربي في الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره
وين يوم نصب اليوم الاخر وتسافر الجاريس تكون انه فاتت الجيران وتسمي عائلة تسميين دابا خير المسجد ولكن هذا الدغر ورس يقبل صالح يعي في الغوغرس باش قد يقبل سيدي ربي اين الا نقرا هي استزاني زكاه الصوم بالحج دواني غير صار خطر كل قرار ونزار من فضي المسجد ونص فغاره ونزار من الدقيقه ولكن سيدي ربي قراني الا نقرا كي ديما كتسمحها ولكن اين الا نقرا ديك ما كيعرف داك الشيء يقص في الغرفه انت انت كيسمح ممكن يسمح لك سيدي ربي سيدي ربي دي حقي خاطر سيدي ربي دي الحق كما مثلا جاروك جاروك ولو جار رجالك رجالك خاص يجور ولكن شتينا بطولته كينقص في الغرفه ديالك الله اكبر كان مثلا خزر كان سبحان الله ديننا المعامله ثمره خشن جهنم تمشي تفريس داخل تحبسيس داخل الدخان ولا تفكر الماكله وتستجار باللي تروح هذه الماكله غندير لها الارمي تموت يسكشمي تسيد ربي غير جهنم روح دغار الرسول صلى الله عليه وسلم ينسي ولا الناس رسول الله ينسي فلان تلقى يوث تمغار ديال الوقت اللي صلى الله عليه وسلم ينسي تصوم دواس تتظلى تقيض وتصدق ذين يوقف ديال يعقل ينسي ولكن البلا غير ساعه ينسي تسالو الجيران ينسي يسيس ينسي هي في النار صلى الله عليه وسلم ينزل جهنم جهنم ورشيد في ظل ينس ورشيد في الصيام ينس ورشيد في صدقة ينس خرابي نروح هباء من فور مرة أكو أي خطر وتف وتحكم وتحكم على ذي الجنسيس الله أكبر كان يد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم خزر كيف مثلا هذي قار إن يلف على مش تروح تدخل إيه ما جنسين أجيوي جنس يغني دفور كذا في أرثي مس الجوفريد يقرع يغشيم ولكن عدد يوم الناس والغرف كملوا الجوفريد وحش ما كسر فيه يعني هذا أساس صحيح الجوفريد يروح يكسي سوين أرمي لي ثو خام لأن توي ما كبرين اللي كمل تعدين ديس إنك رسول صلى الله عليه وسلم شوي ويا في تنقيب ليج مثل فوق اللي يكسي إماطة الأذى عن الطريق صدقة الفقير يصدق الفقير يزمد يصدق مثل سعر ذي ذي من مدي فزور الجوفريد ذي كسي يعتبر صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة صار هكا يتبذل يروح ديون يرجع رسول صلى الله عليه وسلم ذكر بشان زر دائما وأبدا ديننا دين الله يرى نفسي عباده إلى ديننا بشان قبل سيدي ربي فصل الزكاة الصوم دين حجاب فلق في مرة أكل إلى قبل جارز المنين الجوغران كيف مثل شحنا قال لي بدو جزارة وذي عاي سارة روح دي إنس يرجع رسول صلى الله عليه وسلم إنس يا نشوف إيه إزدينا إنس تروح ضار فلان إنس تبشرت سيجنف إف كيس ثمر ديس إف كيس ديس ميس إف كيس لكوردوني مرة أكل إيه كرد يحارب المغرية اللي وش يتفادرين إيه الحث فيك يوم وش حي أرمي الجذر المكني إسف لسه أرمي إنس إنس هو يتصدق سينا إنس هو كان تقول لا در لا در شيء قول ديس مي قول كل شيء قول إيش اللي تقول إنس ضر رسول صلى الله عليه وسلم عندي شجان إنس اللي يأكل ديس بالشعر سجن إنس إني ده شيء خلاص معنا شيء خلاص ضر مثل ضر إذا ضر مرتبه إنس هذا كدينا إنس يعني لا عمر فينا غيون ما ذاك في دينا إنس أعطى جرب سجينا ضر استيل فاب يموت ورجز يجيز يوجر إنس قس ما غي قس ما يموت شعريانو فقط منص نص سكرة سنتين اثنين نص صغيرة صغيرة غير ولا ولا إنس هذا وين يدي حلا وين يدخل بكا هكذا غيتنا نصلي طرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال أنا وكافل اليتيم كهاتي إنك يمكن أن ولا أريش كفن شو وجه أكع ديج كنا نسعيش دي العصر يجي تذكرني وجهين نسعيش دي العصر يقول إيه وين وين نحسب أنا وجهين إلى قناعة فيك أشوف ذا وجهين يا قناعة فيك بلي ثم ضرر وما ذكنا ثم وصل خطر غسي ويسعر بس مي ذا في شيء سعر أدي الطقس اللي ربي السبع سماوات أكيد أسينا أني وين كسرون وين مير يغفى بس أبدأ وثمون أني وين كسرون أم كاف قبيهم كيف قبيض السيفض القرويس أزرينا الشعر الضخي ذو قرويس مرة سعيت للحسنات للحسنات أتعاون أسناد الفلاس أو ألم يتشوف الناس تنشاري أكني فغوي لي ما تصير ليس يلقص الهديس أطر يكفى كربي ما تصير هديس الله أكبر أين سعيد تفرق ديس أسفق النص بقيت فك يوم بقيت تفرق النص أسفق أسفق أديج أديج قدر كان يد مثلا الدين المعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن دم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قيل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا قال وإن قضيب المئارك إنه هو نري أري أري الديون الحرام شتيريس الجارين أتحلل أتحلل تير ثالث أتحلل زاز تيريس باش أتحلل أتحلل الجارين والله الذي لا إله غيره ما نزل شد وثالث سنة ثالث سنة تصفر ذي ملكي مرة أو ملكي مرة كورد تفوت إنك ولاد يوين أدي أستقر أستغارين سماجيني إنك سيقر أكيد أخرى جهنم يانا أكيد هذا حرب في لك الجنة ننسى رسول الله أذي قال لمن حد وإما ذا حاجة غرش تحديث يقول إني سواء قضيب من أراك ماذا قلنا ذا قشار في الخدمة كالسيوة 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 كالسيوة
لمن الحنف ينسون سيس درب دي فضل إليك الحليد جهنم الله أكبر. كما يتمثل سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يفكير ديننا يفكير ديننا باش أذغ يجمع ثلاثة مسيحين يقنع بيك فجماس ذا الرحمة بالمحبة القلول أكو تسدوكي ثلاثة يجيهم ماذا قلنا ذا المجتمع التسعان المجتمع المسلم التسعان ولاش الخوف في الناس حاشا الحاله ديال الزنا والورص حاشا اين العالم غادي في سيدي ربي حاشا الثقافه ديال سيدي ربي سبحانه وتعالى سيدي خرج ويس عزيزا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ثلاثه يجب ما قد كان بهدي قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه ان تكون تخبر افضل خير من الصيام الصيام قدر بليك اسعى الصغار إن خير تزوج من ماذا قلت الزمن خير تزلي ماذا قلت الزمن خير الصدقة ماذا قلت الصدقة ماشي يقول عن معناه مليم أدي أروح لصيف تزلي أدي أروح لصيف لا ويجي تركز إن الإسلام أدخل مسلم أدخل وكان ولكن دي درجة بالمعنى باش أنظر في الورع السوار سيدي ربي سبحانه وتعالى مسلتكي دي الأجل كان ذا شو تيا رسول الله إن الإصلاح في ذات البين ما في الصلحة بقال من دلنا أسئلت سين أذين سين سمع العين لا تكشمر جالسنا الصلح جالسنا انتظرت سمع العين ولو أدوا ذوي ولا رجوز في الله أذين المهم هذا الصيحة جالسنا أمك فلان سمع العين ضرين سمع حشم سلين العين يهدر في الله شو صار ضار وصار أمك عن سام حشم سلين العين يهدر في الله أمك بدأت تسمير الدرجة أرسل ربنا سبحانه وتعالى أذكير إذن الإصلاح في ذات البيت إنك فإن فساد ذات البيت هي الحالقة ولكن يكفرق العمال يكفرق اليوم يكفرق ولوني ملل يكفرق أدري نسينا هذا الذي يشمل هذا الفرق إنك فقد الحالقة للدين مش الحالقة للشعب ولكن الحالقة تسطل الدين بعيش الله وجين ذا السفساد إكسفساد المجتمع والإنسان السفساد السفساد ربما كانت يشمل جلد تقر تلك الدار والآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أما ذات كبار أما ذات جبار أما الطغيان أما الظلم أما الشر أين كنوك نحلالك الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين إذن ويقين وتسكين الذي يجنث سبحان الله كما يتبذل إذن وينك نغيك فرق لك لقرب الدار سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا شاف إدي صحن ديجي من رابوس وثل إدي صحوان خطر الدين إفكار باش يريغ ذات مثل إن من المؤمنون إخوة إن دلكون من ذات مثل ولاش الحوار اللي تسعيد في الليل ما تسعيد في الليل كيف كتشيني كيف الكينيا ذاين تسعيد بقولي كي سيدي في فضل ماذا قلنا الإيمان العمل الصالح نغ الكينيا نغ ويض النظر الميزان ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم كدي قال سيد ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الخيار بقول غير سيد ربي سي الإيمان ذا العمل الصالح ولكن ولاش وشو من سيدي فضل سيدي كيف غير سيد ربي الناس سواسية كأسنان المجد إدي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فجمات وينك زرع المحبة بسم الله العباد الله الرحمن ربي ما في جن أمر زكيس رجع يا ربي كشنيف مثلا ولكن نعرفك فرقا يكفرقني غير من دي السس اشحال في المجتمع النار وكانت الضروره هذا اكثر من 80% واذا كنت سياره مونه درت جوجل الشياطين الانسان يكشمل جالس تسوين دكوا غروا تسوين دكوا غروا بعد الفرق لو كان السكسر السير الملكي كيخدم كاين ياخذ بالك وين السكسر كاين الملكي كيخدم كاين وياخذ بالك خاطر الا الشيطان جالس الشيطان اللي جالس الفرق اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيدي قال ان لا يدخل الجنه نما وين يتسوين دكوا غروا حاجه الجنه توريك الشمال العنصريه العنصرية سقي تفرق قال من دم القلعة قيكة باللي ذافيش وليك شمال الرحمن سيد ربي أما العنصرية عن اللون أفريكان اللي يحمي الأفريكان إيش بحال اللي يحمي إيش بحال إذا أفريكان ويحمي إيش بحال إيش بحال ويحمي إيش بحال نغادي لنا العنصرية ذي البلدان مالي اللي وينا تمورث من كذا وكذا وما مشي بس تمورثي ويحمي غيره غسل اللي ينسيم غسي اتقي الله وتحمي غير خطر ماشي مستمرتي واش تكيم ذي الحرام وذي الجزيرة مريلين قال في مدينين نغريلي قال في ذرين نغريلي قال في وشولين غير العشائر وذي الجزيرة ذي حرام ذي حرامية مثل أنشتكي مرة ذين شويين ذي جميع شعوب العالم كيف مثلا يقال البعيد الغربي جلوهم اللي يزدغوية اللي بيان يكشمني ذا من نسم خدمت الصفيين داخل تذرين داخل تمدينين واجي النغ واجي ماشي النغ وهنا نقول واجي النغ واجي فافيس غاسو السلام على الرحمة ربنا ذا تيوية أي خطر يفرقوا يولا يفرق سيدي ربي ذويني كحمي المسلم
إسعاد ميزانيش ذي الإسلام الميزانيش تصير رب الخالق سبحانه وتعالى إجباك نسيب إنما المؤمنون إخوة الكعية مثلا إن أكرمكم عند الله إتقاكم سبحان الله. ولكن الميزان ميزان أيضا كانوا مقفوية ماذا قلوا متحميضاريون ماشي غفر بنا في تحميضارك عنصر. الرسول صلى الله عليه وسلم هدنا إلى من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. ما تحمي ظفر بي ضغض ظفر بي تفكر ظفر بي تكسر ظفر بي إن يكون يكمل الإيمان. أوثق عور الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذا أوثق في جدي تلمس للإسلام دي الدين أتحمي ظفر بي أتصور ظفر بي. ولكن ماذا قلنا تحمي ذلك إلى إن خرج وإن نظر إفي تحمي ذلك أعقيم لك بلا قيك فعد دم ضيماني أنت تصدق مسألة لقد سأعطيك قال يوكس يومين قال دقيقة ضيّر أسمنا الدخول قام في رستين أكينا ماشي بالميزانية وسيد وزن وزن ميزانية كسيد وزن السجل الميزانية وثر في ذوق الميزانية كثر ثلاثة القاعث أم كاف أم كاف أم كاف يحوض غزة الله أكبر الكعية مثلا. إذن سيد ربنا الخالق سبحانه وتعالى يفكي ديننا باش أذ غيوت باش أذ يجمع أذ يجمع ويونا. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إن الملك ليس على الحساب تجيب بيش تعتبر الدعوة الجاهلية. سيدنا نوح عليه السلام إن ليس ناصر ربه وقيد ميم مش يغرق يتدى الكفار ذا المشركين يغرق. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ناصر ربه وقيد ميم ذا شو سيدنا سيد رب الخلق إن نسي نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن صورك صورة الجاهل ذميس ولكن إفرو فلد سيد ربه إن صورك صورة الجاهل إذا ظرف لس خلاص. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إن سعفو سيد ربي مش هذا خسر سيدنا إبراهيم الخليل ذا باس لسان ذا باس ذي المشرك إن سلك لم تنتهي لأرجو منك وهجرني منيا. إن سويته خبر هذا كرجمة إن سيدنا ذا باس مثل ذا عسل إبراهيم الخليل إذا عثي دغ الإسلام إن أسو خبر هذا كرجمة. ولكن أسمعك زريف غزل ثابت سيد ربي إن سك شويت سك سلس فالأمكي إذا قصد ربي الغوليس عزيز إن اسمك زرابي بس بليم إذا إفرز ذا ذا وسيد ربي يتبرأ ذي استبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فالله أكبر كم يتمثل استغفر الله لا إله إلا محمد رسول الله. الجاهلية فقه نسقار الجاهلية دعوة الجاهلية خزر الرسول صلى الله عليه وسلم وديك فرقناك دخل المجتمع أما مكاد النمر ماكو أما ذي همسة التمديني نما ذي همسة التوذري نما ذي همسة ذخي الفاميلة ذخي التوذري وقام يخدم الحسابات بلي وقلنا وقل ما شنو لا التوذري البعيد عشر بيجي مهم ولش ملائكة ذخي وشو غار حشر بيك زر كين ذي مقبر ثنسل ذي مقبر ذنب سبحان الخالق يقول الإنسان المسلم ذي كيف أحد همسة ذي أزك وسن السام وسن من مين غرانق العظار أن هذا الروح ولكن نتسد هذا زفر بيه ودن قرارين دي الناس يدر بيه كما يقول وقيل الكفار وقيل المشركين وقيل هذا من ربي وقيل خرز ظلن يروح كرز كان يروح كروز من يروح كرز خطر إنما المؤمنون إخوة ولكن الذين خذ من نفسه خذ من الشق جالس ما قيل شيء قال صلى الله عليه وسلم إن من دعا بدعوة الجاهلية من دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جذي جهنم إن دون لا يدعون سعون صليا إن من جذي جهنم إن تقديون صحابي ليس رسول الله وإن صلى وصل إما نقل الظلم يزال إن يسوى إن صلى وصام وزعم أنه مسلم أم غاشي الظل غاشي يزال غاشي دعيما نستنسيب كرادي النور يغرب أبنه كرا يخدم يروح مرة أفيد سيد ربي الجهنم أسينا سيد ربي كرا خدم غير خدم غير روح سينك جدع ونصف وحكنا روح عادمس قد نصر بيجي من أي مثل الإنسان إذا قد يعقيب اليوم خرج وين يدخل ما تكملش حاجة خيصة تخلصه إنسان الذي يضيف يعني أدنى نختم الدرس ما بفضل الله وبرحمته سيون الحديث وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم باش سيون يون اليوم أضيم غيون خطر سعر الجهاد سعر الدريان سعر الشيم نغل ذر جاري وتعدي غفلاس تشغدي ذي نسمة لا لا والله الذي لا إله إلا هو الحق الذي يغير ما بيش وقت عقيدك خطر يليون يدعو السن ماشي وحدنا ما ثو ذكر في قضايا تم قرحت قضايا في المرثم قرحت وتصدركم كسام وتصدركم كسام هذا شو مغلط بس الرجال يوفر كرجي خفنا نغسل وفيم إنسان ود مكثر ذنب اللي أنا ذي قضايا ثنيا غصب أي ذوود شو أذن في الدفيع تقرؤي ثق فيش تبقى حد في اللي درس أصلنا رضي خفي سهلي أنا أفخم إذا سيد ربنا يدعو سن يزرع وين ينقل فريديس يزرع وين يفان فريديس. الرسول صلى الله عليه وسلم كدينا إن سأتدرون من المفلس أنا وذي المفلس أنا
ماشي رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع المفلس دوينا كنيا ويسعى لنا الدار للدوار ويسعى وساد شي كسا لكن قال لك انت دوري ديك نيما وشوس القاع ولا شو وكيد المفلس لا ماشي وكيد المفلس المفلس من امتي وكي يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم افني الظل يوزع ميزي كاروح جدي صدقي الهم الهم اللي شويس مركز روحنا له ولكن يجرس لي عباد ويعو السالمانيش إليس المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وأكل من هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسناته ويعطي هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أعطي من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح فيه إليس المفلس للأمين ذوينا نروح نستوزع ليه الزكاة الصوم بالحج يخدموك الشعائر ودي نخدم مثل مرق يجعل إلا كرا يخدم إلا مريا وضردنا بعد أزد السين مرين طويلة وين تشب تشب دقاء ثفت زلي وين تشب قدر ما تو زلي وين كنا تشب يفقر إنسان إنسان يقول الساعة يقول الساعة شو شو يفق وتفقر عارف خطر فيك وش نجرى وش نجرى ثم وثفج ثفت زلي مرة ذي نقص زين كامل من بعد يلي ولد يوي حيس من بعد ذا شو مش إنسان سافر خلص ذا جيت خيار ما سنة إيونا أبل كيف يسمح سنة سمحية ما كيسمح ما ذقنا سنة شركي أثنى وين يتسيس فرناس أخيك فرح توفيق ولكن دي ناس الحسنات يا نو وتسخيف تام أتخلص المرة الحسنات حاشا ما دقنا فوق تلك الزواب للصداقات الزواب للنوافل اللي تظليت الزواب أصمد النوافل للصيام أصمد النوافل مرة بيت خدمة بعد ذلك شنبه الفائضة تظليت بعد ذلك شنبه الزكاة بعد ذلك شنبه الصيام بعد ذلك شنبه الحج بعد ذلك شنبه أنشتا بوك مرة تخلص لي سن حاشا ما فوق ورد حنتر وكل شيء روحك أم بعد ذلك الناس اللي ربيعون ولا شو يساعد درس فوق تسي حسنة سين في كلس للسيئات نوم أم بعد ذلك تسمارين للسيئات نسل بعد ذلك في ضرح سيد ربي لجهن شو بيخدم؟ أتسو غير أورد الظلم، أورد الزكاة، أورد الزمن، أورد الحجة، أورد الصدقة، وصعد الشيء خلقه ثو غير أماكنه وتكشف بارك ورغيرين للإسلام أكا غير مثلا إذن ثقوية أذن ثو غرسيد ربي وقف بالأذى غير فتحة فطر إما أتستوفر ذي الوقت وقف لك فذي حي وإما أتستوفر ذي الوقت يجيهم غص ما ذي قلنا ثم أكين في عالم الإيمان فرعون يومن فرعون الشهاد يومن إنس جعلي ذي نسيم ولكن فوذي ذي حي ذي ومن ذي قضر إنس إن السيد ربي خلاص ده شو الإسلام تسعد ده شو الإيمان تسعد وثيب أوكين في عرا إذا أنت ويا أذا أنت في غرس خطر من الدنيا إن أماكن النان تزورة مشيت السكان الأصليين القاعيين هلا اللي عبر فروحين نار الدنيا نكشمد نكشمد وذا الفور حشر واحد عن روحه نسمى هذا جدي لذا ذا جدي لذا ذا ذي لجدي ذي لجدي دلنا نمزورة دار روحه أهتر نفيثا وثني فرح حشر بريد نسلا نذبع ولكن الولد من بلاد روم إلى بطولة الإنسان الفهم بيدهم أكجنا مثلا إلى قوية أفيد لي قالوا ونشتكيهم ونشتكيهم يقرد سيد ربي قويس عزيز قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بيعذنين يدنوا دركين ذي سكرات الموت سينو الهارف الذي يموت ولكن يقص ظلم مدام تجهد مدام تخد بض تظلم باليوم وتصغل لنظر حاشا الإيمان العمل الصالحة وذيذي يقرد قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا اسمد يا ملك الموت ذي قبضا روحنيني أصلا يا حسرة في الليل ناقص لنا جون لكن أخ ما الشكل جد الله بريدة ناقص لنا أصلا فكر قبل التمسين مليون ثلاثة أرد سقراء تورا أرد صطف لي فيزا أرسا دش الزمرة ذات برا مد قد تغيث ورق في بابيس هذه راح يتلم حدا فيها في السنة غص ما لقي ثم لقي في على الإيمان قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة باطة قالوا يا حسرتنا أكما يد مثلا إذا الوجه يهدينا ماشي مجرد الصلاة الصوم ذي الحج ذي الزكاة إذ ديننا وجهنا الفرائض محسن في الغد أثناء الوالد بعد نخدم ولكن ديننا غثنا دي المعاملة ذي جوجرام ذي الوالديني ذي الجيراني ذي الشراني قد تعيشر ذي العيبة السلطان ذي العيبة ذي السنبرة إلى أبي طهر الإنسان العمل نس أبي ذي السمح ذي عيبة ذي عيبة كرب ودي يشرب قضاري ما يشرب وسيك ما يشرب يسيك أتصدي ذي السمح خطأ أصدر من هو الوقت قال دي أرجو فيك ميز ما تروح أهذ بلك أتصدي ذي أتصدي ذي السمح ولكن وشي سمح على الوقت باش تصدي ذي السمح أهذ صدي يموت يروح بابيس أم كان ذي السمح نسيره هزكتها في الزفي هذا تخلصه
كان إذا الإنسان الذي طهر الأعمال يجلس السيد ربي يجلس في عباد باش أدي ذو خلق سبحانه وتعالى مطهر. أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان، أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.